هنا ايضا تهانينا والناموس على هذا الفوز. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر والتحديات على ارضية ميدان المرموم، تحفة ميادين السباقات. ثالث جولاتنا تنطلق في هذه اللحظات، شوطنا التاسع الذي خصص للثنايا المحليات الأصايل بشعارات أبناء القبائل الحاضرة على أرضية هذا الميدان. تقدم ما بعد انطلاقة هذه الشعارات والأسماء، تقدم مع المراكز الأولى وتقدم مع الصدارة من رضيع المركز الأول، حمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصور. يتقدم راعي المرموم، ينطلق على الصدارة وراعي الطيارة ينطلق على المركز الأول، يقدم انطلاقاته من رضيع المركز الأول. حافظ على هذا الاسم يا بن درويش يا مصال، وجال على راضي ميادين الخليج. النقلة للمركز الثاني، ليالي قادمة، ليالي بن حاذة قادمة، محمد بن حارم بن محمد بن حاذة الاكتبي يقدم ليالي على المركز الثاني. ثالث المراكز هذه الوثمة، قادمة الوثمة احمد بن محمد بن سيف النيادي القادم مع الوثمة، والمركز الرابع هناك القادمة مكحولة قادمة، خليفة بن محمد بن لويع الخيلي قادم مع مكحولة تتقدم على المركز الرابع والمركز الخامس. ثمينة ثمينة عبد الله بن صالح بن جابر بن صالح العامري يقدم ثمينة على المركز الخامس. مباشرة إلى المركز السادس، ونتابع في هذه اللحظات مدمنه القادمة ومحمد بن خليفة بن قحيد المهيري قادم مع مدمنه على المركز السادس. سابع المراكز، وصول من مرعوشة قادمة، حمدان بن سعيد بن يابر يتقدم في هذه اللحظات ويقدم مرعوشة على المركز السابع. ثامن المراكز القادمة والمتسللة شواهين، سيب بن عبيد بن حميد بن عابد المهيري قادم مع شواهين، وكذلك القدوم من نثايم بالخرس عبد علي بن سالم بن علي بالخرس الاكتبي يقدم نسايم، والمركز العاشر وصلت عجايب قادمة، عجايب عجايب وعلي بن سعيد بن سليم الاشتبي قادم يقدم عجايب على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة، هكذا النداء الاول لهذه الاسماء المتقدمة والحاضرة على ارضية هذا الميدان. ندانا الاول ما بعد انطلاقة كل الشعارات، ندانا الاول ما بعد انطلاقة كل السلالات على ارضية هذا الميدان. شوطنا التاسع يحمل كل التحدي والإثارة في انطلاقة المحليات الأصايل في سن الثنايا، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة والمراكز الأولى. ثمينة ثمينة غيرت ثمينة، انطلق أبو صالح عبد الله بن صالح بن يابر بن صالح العامري يتقدم على المركز الأول، يقدم ثمينة ينطلق مع ثمينة على المركز الأول. النيادي ينادي دائما، النيادي القادم مع الوثبة أحمد بن محمد بن سيف النيادي القادم على المركز الثاني. المركز الثالث من الجانب الاخر، شعار بن درويش قادم المنصوري مرضي، وحمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصوري قادم مع مرضي بن لويع الخيلي قادم ويقدم انطلاقتي مكحوله قادمه، خليفه بن محمد بن لويع الخيلي ما شاء الله. تابع المركز الخامس، وصلت وتقدمت مدمنه
مدمنة ومحمد بن خليفة بن قحيد المهيلي قادم يقدم مدمنة على المركز الخامس سادس المراكز هذه مرعوشة قادمة حمدان بن سعيد بن يابر قادمين هالي ندشبة يقدمون كل جديدهم في عالم الأصايل وفي انطلاقات الثنايا يقدمون مرعوشة على المركز السادس المركز السابع المركز السابع عجايب علي بن سعيد بن سليم الاشتبي قادم يقدم بن سليم يقدم الاشتبي يقدم عجايب على المركز السابع ثامن المراكز وصلت ليالي محمد بن حارب بن محمد بن حازم الكتبي يقدم ليالي على المركز الثامن تاسع المراكز نسايم وليالي علي بن سالم بن علي بالخرس الكتبي قادم يقدم نسايم والمركز العاشر هذه اللي وصلت شواهين القادمة بن عبيد بن حميد بن عابد المهيري يقدم شواهين هكذا هي النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة والحاضرة في ندان الثاني لكن أسماء قادمة شعارات قادمة تبحث دائما عن ناموس هذا الشوط عودة إلى الصدارة عودة إلى المقدمة مرضية على المركز الأول مرضية مرضية على الصدارة بن درويش المنصوري راعي المرموم حمد بن سلطان بن سيب بن درويش المنصوري يتقدم مع مرضية على المركز الأول المركز الثاني مكحولة خليفة بن محمد بن لويع الخيلي قادم بن لويع يقدم مكحولة على المركز الثاني ومرعوش على المركز الثالث مرعوش حمدان بن سعيد بن يابر يتقدم في هذه اللحظات يقدم مرعوش على المركز الثالث والنيادي القادم يقدم الوثب أحمد بن محمد بن سيف النيادي القادم على المركز الرابع وبن قحيد المهيري قادم مع مدمنها هذه مدمن القادمة محمد بن خليفة بن قحيد المهيري ما شاء الله المركز السادس ثمينة عبد الله بن صالح بن جابر بن صالح العامري سداسية على المقدمة سداسية على الصدارة بالويع وابن درويش وحمدان بن سعيد بن يابر والنيادي وابن قحيد وابن يابر قادم العامري بن صالح يتقدم على المركز السادس النقلة للمركز السابع المركز السابع القادم اللبسة أول نداء لللبسة علي بن خلفان بالشاوي آل غفلي يقدم اللبسة قادمة كذلك من ميدان اللبسة قادمة من ميدان اللبسة على المركز السابع والثامن عجايب علي بن سعيد بن سليم الاشتبي قادم مع عجايب وليالي محمد بن حارب بن محمد بن حادة الاشتبي قادم في هذه اللحظات وثمينة قادمة ثمينة أول نداء للثمينة حمد بن محمد بن حمد بن سالم بن سالومي الدرعي قادم يقدم ثمينة على المركز العاشر هكذا هي العشر المراكز هكذا هي العشر وين الموقع غادر المنعطف الأخير في مضمار 8 كيلومترات وبدنا نقترب من المدرج الهبوطي 2 كيلومتر تدريجيا الى خط النهاية الى المقصورة الرئيسية ولكن عودة الى النيادي احمد بن محمد بن سيف النيادي يتقدم مع الوثبة وهي على ارضية ميدان المرموم يا سلام يا النيادي ركز يا النيادي هالي مدينة العين
يطالبونك بالسلامات، واهل الصاروي يبغون يحتفلون بناموس الوثبه، الوثبه على المركز الاول، احمد بن محمد بن سيف النيادي باللويع قادم لخيلي يقدم مكحوله خليفه بن محمد بن لويع الخيلي، وحمدان حمدان بن سعيد بن يابر قادم مع مرعوش المركز الرابع، ثمينة عبد الله بن صالح بن يابر العامري قادم مع ثمينة، وبن قحيد يقدم مدمنة محمد بن خليفة بن قحيد المهيري، وبن درويش قادم مع مرضي حمد بن سلطان بن سيف بن درويش ما شاء الله، بشاوي قادم بشاوي مع اللبسة، وبالشالومي يقدم ثمينة حمد بن محمد بن حمد بن سالم بالشالومي الدرعي. هكذا هي النتيجة، هكذا هي النتيجة، لكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة. يا أهل المحليات الأصايل بنقول خلاص، الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، والوثبة الوثبة الوثبة على المركز الأول، أحمد بن محمد بن سيف النيادي يتقدم، النيادي على الصدارة، النيادي على المقدمة، يقدم الوثبة. ولكن باللويع، باللويع الخيلي قادم يقدم مكحولة على المركز الثاني، حمدان بن سعيد بن يابر يقدم مرعوشة، والقادمة ثمينة عبد الله بن صالح بن يابر بن صالح العامري قادم. اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة، روح يا النيادي روح، روح والأمتار الأخيرة، ها هي الوثبة، الوثبة الوثبة. ولكن مكحولة قادمة، مرعوشة قادمة، اللحظات الأخيرة، المحليات الأصايل، المحليات الأصايل، لكن مكحولة غيرت باللويع، باللويع الخيلي، باللويع الخيلي، روح إلى الخزنة، يبغي السلام إلى الختم، إلى الختم، ويبغي يختم هذا الشوط لصالح مكحولة. حمدان بن سعيد بن يابر قادم مع مرعوشه، ولكن هل الختم، هل الختم وقعوا، هل الختم ختموا الشوط لصالح مكحوله ولصالح باللويع مكحوله، روحت بهذا الشوط خليفه بن محمد بن لويع الخيلي. اسعد الله صباحك بكل خير على فوز مكحوله بالمركز الاول، مرعوشه على المركز الثاني لحمدان بن سعيد بن يابر، المركز الثالث الوثبه لاحمد بن محمد بن سيف النيادي، المركز الرابع المايدية لمحمد بالحزمي بقناص العمري، المركز الخامس ثمين العبد الله بن صالح بن جابر بن صالح العامري. هكذا هي النتيجة، هكذا هي النتيجة، ولكن نعود في هذه اللحظات مع التوقيت الزمني ولحظات وصول مكحولة خاطفة الشوط وختمت هذا الشوط لهالي الختم خليفة بن محمد بن لويع الخيلي. صباح الخير يا اهل الختم، صباحكم مع مكحولة دائما يتميز. 12 دقيقة 44 ثمانية زامن الثانية هو توقيت مكحولة، تهانينا والناموس لمالك خليفة بن محمد بن لويع الخيلي. المركز الثاني مرعوش 12 دقيقة و46 وتسعة اجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لحمدان بن سعيد بن يابر. المركز الثالث، المركز الثالث 12 دقيقة 12 دقيقة ونتابع التوقيت، ساعة وصول الوثبة و54 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لأحمد بن محمد بن سيف النيادي، تهانينا والناموس للجميع.